شريف شعبان وكواليس بعثة النادي الأهلي في تنزانيا. شريف صباح الفل عليك. صباح الخير زميلي الكريم، صباح الخير زميلتي دهواند، صباح الخير طبعا ناخد رد الكبير الاستاذ كريم سعيد ولكل مشجع وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. احنا كنا لسه بنتكلم عن الاخبار القادمه من تنزانيا، فمستنيينك بقى تعرفنا المزيد منها. ايه الاخبار عندكم وكواليس اخبارها ايه؟ تمام، انا سامع الاستاذ كريم بيتكلم على موضوع الميه، فابدا كلامي بموضوع الميه. انا النهارده الصبح كان معني حديث مع دكتور التغذيه دكتور عبد الرحمن، واتكلمت على موضوع المياه ودرجه الحراره، فقال لي درجه الحراره في الماتش النهارده هتكون 32 درجه والرطوبه 70 درجه، الرطوبه عاليه جدا، الحراره عاليه جدا، بنعوضها ازاي؟ اللعيب بيفقد املاح كتيره جدا في هذه الاجواء يعني، فبيدي ميه كتير جدا للعيبه، اللعيبه بتشرب ميه كتير جدا، بلس بيعمل حاجات تعويضيه عشان يعوض الاملاح اللي بيفقدها جسم اللاعب. لو اللاعب افقد املاح كتيره فبيتاثر عليه بالكريمبات او الشد العضلي، فبيعوض المكملات التعويضي الاملاح اللي الجسم بيفقده فبيعوضها للاعب على طريق مشروبات. فموضوع ان اللعيب في تنزانيا ما كانش بياخد ميه كلام غلط خالص طبعا، ما فيش، اللعيب اصلا حياته الميه، فمع الجو دوت فاللعيب بيشرب ميه كتير جدا، بلس كمان المكملات اللي فيها اللي بتزود او بتعوض الاملاح اللي بيفقدها الجسم. فده كلام علمي من دكتور التغذيه، وده كان قدام عيننا. اللعيبه على طول كان كل فاصل بيطلع مستر بيتسو موسيماني يخرج اللعيبه تشرب كميه ميه وترجع تاني. كان بيقسم التمرين على ثلاث مراحل، كل مرحله بعد كل مرحله فيها شرب ميه بكميات كبيره عشان يعوضوا اللي بيفقدوه في الجو الحار جدا والرطوبه العاليه جدا. دي الجزئيه الخاصه بالاملاح والميه. دلوقتي الان في محاضره مستر بيتسو موسيماني الساعه 12:30 بتوقيت تنزانيا، 11:30 بتوقيت القاهره، المحاضره الفنيه اللي هيعلن فيها التشكيل اللي هيخوض بمباراه الاهلي وسيمبا تنزانيا. يا رب باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. التحرك هيكون الساعه 2 الظهر بتوقيت تنزانيا، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. المسافة من فندق الإقامة إلى استاد بنجامين حوالي 25-28 دقيقة بإذن الله. كابتن طبعا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وطبعا رئيس البعثة الأستاذ محمد ضماطي قرروا امبارح إن بعد لعب المباراة هيكون السفر مباشرة على طول، يعني من الخروج من الاستاد إلى المطار ومن المطار إلى جمهورية مصر العربية. القاهرة الطائرة بإذن الله هتطلع الساعة 9 مساء بتوقيت تنزانيا، 8 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله. بإذن الله مقدر الوصول بإذن الله من 1:30 ل2 صباحا بإذن الله يكونوا لاعبي وبعث النادي الأهلي في جمهورية مصر العربية. مستر بيتسو موسيماني عمل كل حاجة مع اللاعبين، شرح أكتر من طريقة لعب، هيستقر النهاردة بقى على طريقة لعب 4-3-2-1 4-3-3 4-4-2، كل ده هنعرفه بعد قليل عندما يعلن أو يعلن تشكيل النادي الأهلي. ولكن الأجواء كويسة جدا، لاعبي النادي الأهلي قعدت مع بعض امبارح بالليل وحفزوا بعض وطلبوا اللاعبين او طلبوا كباتن الفريق سعد سمير، ايمن اشرف، الشناوي احسن حارس مرمى يعني في افريقيا، الكباتن الكبار عمرو السوليه، بيتكلموا كلهم مع بعض على طول ان لازم يا جماعه نقدم عرض كويس ولازم نفوز باذن الله ونقدم عرض يليق باسم النادي الاهلي. الاجواء كلها مبشره، التركيز التام باين على وجوه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ايضا. مستر بيتسو موسيماني مع محلل الاداء وطبعا والجهاز المعاون درسوا فريق سيمبا التنزاني أكثر من مرة، المصادر الخطورة والقوة ونقاط الضعف في الفريق، فبإذن الله هيبني عليها تشكيله اليوم. يا رب بإذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الأهلي ونفوز اليوم على فريق كبير هو فريق سيمبا التنزاني. معاك كريم، معاك نهواند، لو في أي استفسار معاكم. احنا عندنا عدد 2 استفسار، واحد من عندي والتاني من عند نهواند. أنا سؤالي في منتهى البساطة ليه علاقة بالمود العام والحالة النفسية عند اللعيبة، وخصوصا إن كان في لقاء سابق ما بين الأهلي وسيمبا التنزاني أظن العام قبل الماضي لو أنا مش غلطان، وطبعا كانت النتيجة 1-0 لصالح سيمبا التنزاني في ذلك الوقت. فالتفصيلة دي هل كانت محور كلام ما بين اللعيبة وبعضها خلال اليومين دول أو ما بين الجهاز الفني واللاعبين؟ دي نقطة. والنقطة الثانية برضو سؤال بقى من عندنا هواند، عايزه تساليه على ايه بالمره عشان يجاوب. طيب خلينا نسالك مره واحده فكره. طيب اجاوبك الاول قبل ما نروح لهواند. ماشي قول. ماشي يلا. تمام انا مش عارفه هنعمل ايه. مستر بيتسو موسيماني، ماشي انا هتكلم على طول. مستر بيتسو موسيماني يمكن اشتغل على القصه ديت نفسيا مع اللاعبين وباقي الجهاز، ان الاهلي انهزم اخر مره ان هو 0-1، لازم نعوض هزيمتنا، احنا فريق كبير وابطال افريقيا، ثالث الانديه او ثالث العالم في
برونزيه كاس العالم، اكثر نادي حصولا على بطولات، انا حامل اللقب فما ينفعش اخسر تاني او تاني ماتش على طول في تنزانيا او اخسر، فلازم افوز. ده كان الشغل اللي اشتغله بيتسو موسيماني مع اللاعبين، وليها اثار طبعا كويسه جدا مع اللاعبين، وفي تحفيز قوي جدا مع اللاعبين ان يقدموا عرض قوي باذن الله يليق بيهم. الدنيا مبشره، الجو كويس، اللعيبه عندها ثقه في نفسها وبتتكلم مع بعض، مش خايفين بلغه الكوره. يعني شايف الوجوه هم داخلين المحاضره الان، يعني ما فيش خلاص دقيقتين، لا الدنيا الوجوه في ثقه وفي روح حلوه. باذن الله باذن الله يكون المكسب نتيجتها باذن الله. معاك هوندي لو في اي استفسار. شريف، انا سؤالي مرتبط لحد ما بالنقطه اللي اتكلم عليها كريم، وهي فكره هنا الحرب النفسيه. يمكن انا شفت المداخله امبارح اللي كنت عاملها مع ملك وكتابه الاستاذ عدي القيعي، وكان برضو بيطمن في الشق ده، الشق النفسي من ناحيه الحرب النفسيه اللي تمت، وربما اللي نقلت من السوشيال ميديا كمان للاعلام هناك. فاعتقد ده ما اسعدش يعني الشق الصعيد الثاني، او يعني ما اسعدش الاهلاويه بشكل كبير، والجمهور الاهلاوي كان مستاء كمان على تويتر امبارح، انا تابعت ده. فخليني اروح اطمن منك دلوقتي والناس تطمن على الشق النفسي للاعيبه والحديث اللي كان مع موسيماني بشان هذا الموضوع تحديدا. اتفضل يا شريف. صراحة مدير الكرة شاطر قوي في القصة دي الكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني من أول يوم بدأنا نسمع عن التذاكر وعن الأجواء حالة الحرب اللي معلونة اتعلنت من السوشيال ميديا هنا في تنزانيا. الكابتن سيد قال لهم يفصلوا خالص، ملناش علاقة خالص من اللي بيحصل، احنا 90 دقيقة كورة نروح نلعبهم ونأدي أدائنا ونكسب، ملناش دعوة بجماهير، حتى لو الاستاد فيه 100,000 متفرج ولا يفرق معانا، احنا فريق كبير لعبنا تحت ضغوط طول عمرنا، بنلعب تحت ضغوط، إذا كان في توقيتات كل 3 أيام ماتش أو إذا كان حضور جماهيري، احنا لسه راجعين من بطوله العالم كان فيها حضور جماهيري، مفيش مشاكل خالص، ما تشغلوش بالكم باللي بيتكتب على السوشيال ميديا، واللعيبه اصلا مش مركزه هنا في اللي بيحصل في السوشيال ميديا في تنزانيا. الكابتن سيد شاطر في القصه ديت، مستر بيتسو موسيماني شاطر جدا في القصه ديت، فلا اللعيبه خارج تماما كل اللي داير هنا على السوشيال ميديا. بطمنك وبطمن كريم ما تقلقوش خالص، الدنيا كويسه، وباذن الله باذن الله باذن الله التوفيق بس يكون موجود وهنكسب باذن الله ان شاء الله. موفقين وترجعوا لنا سالمين غانمين منتصرين باذن الله. شريف تحياتي ليك ولكل من هو معك في بعثه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك.